لنقاش ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا ينضم إلينا الخبير السياسي والعسكري الأستاذ أديب العلاوي. أهلا بكم سيدي. أستاذ أديب هل تسمعني؟ هل صوت واضح لديكم؟ الصوت واضح، تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. كيف تفسرون توقيت إصدار ترامب لقرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟ نعم، مساء الخير. يعني حقيقة ترامب يعني لا يستطيع أحد أن يحذر ماذا سيحصل غدا. يعني نحن نلاحظ أن هناك تغريدات ترامب تفاجئ حتى البيت الأبيض، تفاجئ حتى البنتاغون، تفاجئ الجميع. وبالتالي ترامب يعني في كل يوم له رأي معين يخص شخصيته الحقيقة في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سينعكس انسحاب القوات الأمريكية في سوريا على التطورات الميدانية على الأرض، خاصة في ظل الوجود الإيراني والروسي؟ يعني الحقيقة هذا القرار المفاجئ، يعني أنا أعتقد أن الاتصال الذي حصل بين الرئيس أردوغان وبين يعني الرئيس ترامب حدد من خلاله ملامح المرحلة المقبلة. ويعني بالرغم من أن يعني تركيا لها استراتيجية ثابتة شرق الفرات، أو دعيني أقول داخل الأراضي السورية، بمعنى آخر أن يعني تركيا لها استراتيجية بدأت من درع الفرات ثم غصن الزيتون، والآن هي صرحت عن عملية شرق الفرات. لكن تركيا عازمة على 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 مرحلة شرق الفرات، لكن ما أراه الآن أن هناك اتفاق حصل أيضا وضوء أخضر مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفاهمات لارتعاد القوات الميليشيات الكردية وال يعني البي كي كي والبي دي المتواجدة في هذه المناطق إلى أبعد من 40 إلى 50 كيلومتر. يعني دعينا أقول أن تركيا تعتمد في هذه النقطة على يعني اتفاقية أضنة عام 1999 التي حصلت بين تركيا وبين النظام السوري آنذاك، الذي يسمح لتركيا بالدخول إلى مناطق شرق الفرات، أو دعيني أقول يعني المناطق الحدودية على بعد 40 كيلومتر لملاحقة الإرهابيين المتواجدين في المنطقة. يعني هناك مسوغ قانوني للدخول التركي. أما بما يخص الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة التي فاجأت الجميع في اتخاذ هذا القرار، كانت الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الانسحاب منذ أكثر من 7 شهور، وهذا ما صرح به ترامب. لكن الحقيقة غير رأيه بضغوط سعودية إماراتية. أما الآن فأعتقد أنه عزم على الانسحاب من الأراضي السورية بالرغم من استغرابنا لهذه العجلة في هذا القرار. ترامب أيضا في تصريحاته قال إن واشنطن لا تريد لعب دور الشرطي في الشرق الأوسط دون مقابل. إلى أي مدى يعد هذا التصريح محاولة لابتزاز دول المنطقة؟ يعني دعيني أقول أن يعني السعودية والإمارات لعبت دورا يعني إيجابيا في هذه النقطة بالذات منذ 6 شهور أو 7 شهور عندما صرح ترامب بالانسحاب، يعني كان هناك دور سعودي إماراتي لعدم الانسحاب لأنه سيترك فراغا كبيرا في هذه المنطقة، وهذا جزء من الابتزاز. أعتقد أن الآن الصفقة انتهت ولا مشكلة لدى السعودية أو الإمارات من انسحاب ترامب، وبالتالي ترامب يعني بمعنى أنها لن تدفع تكاليف وجود ترامب، لذلك ترامب قرر الانسحاب من هذه المنطقة. يتزامن انسحاب القوات الأمريكية أيضا باستعدادات تركيا للهجوم على مناطق تسيطر عليها الميليشيات الكردية كما سبق وأن تحدثت. كيف تتوقع أن تسير الأمور خاصة في شرق الفرات؟ الحقيقة كما قلنا أن الاستراتيجية التركية العسكرية داخل الأراضي السورية مرسومة مسبقا، وأعتقد أن حتى قائد هذه العملية قد تم تحديده من سيكون قائد هذه العملية، وغرفة العمليات أصبحت جاهزة. أعتقد أن الأيام القادمة عندما تشهد ساعة الصفر وبدء المعركة سيكون هناك هجوم من أكثر من محور، سيبدأ هجوم تمهيدي جوي لتدمير الأنفاق التي تم حفرها من قبل الميليشيات الكردية المتواجدة على كامل الحدود السورية في منطقة الأبيض وفي منطقة العين وغيرها من المناطق. إضافة إلى ذلك سيتم قطع طرق الإمداد عن كل المناطق التي تسيطر عليها والمخافر التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية. إضافة إلى ذلك ستمنع مراوغة هذه القوات ضمن مساحة 40 إلى 50 كيلومتر على امتداد الحدود. هذه النقاط الأهداف الثلاثة هي الأهداف الرئيسية،
سيتبع الهجوم الجوي هجوما بريا لابعاد هذه الميليشيات الى العمق الى داخل الاراضي السوريه بعمق لا يعني لا اقل من 40 الى 50 كيلومتر. بالحديث هذه كمان على اولى. بالحديث عن هذه الميليشيات الكردية، يقول مراقبون أنه تلقت قرار ترامب بأنه خيبة أمل كبيرة لرفع الدعم الأمريكي عن هذه الميليشيات، ويرجح أنها ستلجأ للنظام. ما مدى صحة ذلك؟ يعني أولا بالنسبة للميليشيات الكردية هي تنسق مع النظام منذ البداية في أكثر من منطقة. نحن نعلم أن هناك تنسيق كبير بين الميليشيات الكرديه والفصائل يعني الميليشيات الانفصاليه الكرديه وبين النظام. وهناك نقطه اخرى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، الحقيقه قالها كيسنجر منذ عشرات السنين، قال على اصدقاء الولايات المتحده ان يخشونها اكثر من اعداء الولايات المتحده. يعني بمعنى اخر يمكن ان تتخلى الولايات المتحده عن يعني الميليشيات الكرديه او عن غيرها من اصدقائها في 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 لحظه ما. لذلك انا اقول أن الدرس الذي حصل في كردستان العراق لم يستوعبوا الأكراد المتواجدين على الأراضي السورية، ولو استوعبوه لما كان يعني وضعوا أيديهم بأيدي الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الحد وإلى هذه المرحلة. من ناحيتها اعتبرت الخارجية البريطانية أن تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا في سوريا عكس ما يدعي ترامب، ما مدى واقعية ذلك؟ يعني دعيني اقول ان يعني يعني داعش هو عباره عن 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 جيب صغير بقي في في منطقه هجين، وبالاساس داعش هي ثانيه يعني هذه الدول. يعني هو الولد غير الشرعي ان كان للولايات المتحده الامريكيه وان كان لايران وان كان لروسيا وان كان لمعظم يعني الكثير من الدول التي يعني ارسلت كل المتطرفين لديها الى الاراضي السوريه لتشكيل داعش. ولذلك انا اقول ان هذا جيب هجين الذي منذ 5 شهور تقاتله الولايات المتحده الامريكيه مع تحالف يبلغ 60 دوله اضافه الى عشرات الالاف من الميليشيات الكرديه المتواجدين في المنطقه دون ان يستطيعوا السيطره على جيب هجين فقط. يعني بمعنى اخر انه لو لو لو, لو ارادت الولايات المتحده الامريكيه حقيقه انهاء داعش بشكل حقيقي لانهته منذ فتره طويله، لكن الحقيقه داعش ستنطفئ في سوريا او على في منطقه هجين ويمكن ان تنبع في مناطق اخرى هي صنيعه هذه الدول. شكرا جزيلا لك الخبير السياسي والعسكري ديب العلاوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه ريحانيه التركيه.